الآن الحضارات الحاكمة في العالم، كل الحضارات الموجودة في العالم، هذه الحضارة أو التي تدعي أنها حضارة وتحكم عالم اليوم بالقوة والغلبة، كيف يهتمون بتاريخهم؟ لاحظوا مناهجهم؟ الذين قرأوا مناهجهم نقلوا لنا أنهم يهتمون اهتماما كبيرا بتاريخهم، أي أثر من عظمائهم يحاولون الاحتفاظ بذلك الأثر. الأمم المتحضرة في التاريخ الغابر في الحاضر كلها تهتم بآثار عظمائها ويحاولون تخليد هذه الآثار والاحتفاظ بهذه الآثار. ينقل أن المسيحيين بنوا كنيسة كاملة وسموها كنيسة الحافر، لأنهم يدعون أن حافر دابة عيسى المسيح لامست هذه الأرض، كنيسة الحافر. وأحفاد نبي الله صلى الله عليه وآله الذين هم بضعة منه تكون قبورهم ومراقدهم بهذا النحو، هذه الحالة تعبر عن حالة غير حضارية،